بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة يا شباب هناخد براجراف برضو موضع اختبار. تعال نشوف كده مع بعض. write اكتب a paragraph اكتب paragraph of 80 words من 80 كلمة on عن technology اللي هي التكنولوجيا. تعال نشوف كده يا شباب. تكنولوجي طبعا معناها واضح مكتوب بالعربي اهو، اللي هي معناها التكنولوجيا. The most important معناها أهم thing أهم شيء in our life في حياتنا is تكون technology التكنولوجيا. يبقى تاني the most important أهم thing شيء in في our life حياتنا is تكون technology هي تكون ايه التكنولوجيا. follow stop خليك فاكر احنا سيبنا حوالي نص سنتي من على الشمال. نحن can't do without كلمة can't do without دي معناها لا نستغني. يبقى can't do without على بعضها كده معناها لا نستغني عن technology لا نستطيع أن نستغني عن إيه عن التكنولوجيا. يبقى نحن can't do without لا نستطيع أن نستغني عن technology عن التكنولوجيا. full stop. I love أنا أحب technology أنا أحب التكنولوجيا. full stop. There are يوجد many عديد من forms من أشكال of technology أشكال التكنولوجيا which التي help me تساعدني do أن أقوم ب my activities أقوم بالنشاطات الخاصة بي أو جميع أعمالي أو أنشطتي. أنا like أحب using استخدام computers الحاسبات الآلية أو الكمبيوتر يعني. يبقى my favorite hobby هوايتي المفضلة is تكون playing لعب video games ألعاب الفيديو على الكمبيوتر يعني. full stop. أنا usually عادة play them ألعب هذه الألعاب on على my laptop على اللابتوب الخاص بي بتاعي يعني أو ملكي. but لكن sometimes أحيانا بكلمة sometimes معناها أحيانا أنا play them ألعب هذه الألعاب on على my mobile phone ألعبهم على تليفوني المحمول الخاص بي. I'd like أنا أود to spend أن أقضي all day طول اليوم playing video games في لعب ألعاب الفيديو games. but لكن طبعا I have to يجب علي أو يتوجب علي to an go to أذهب إلى school المدرسة. full stop. my favorite lesson درسي الدرس المفضل لدي أو درسي المفضل is يكون computer studies اللي هي computer studies فاكرينها اللي هي مادة الكمبيوتر. full stop. at break في الفسحة أو أثناء الفسحة I أنا look at
أتصفح أو أنظر إلى ويب سايتس اللي هي مواقع المواقع في الإنترنت طبعا فور أبحث عن نيو فيديو جيمز ألعاب فيديو جيمز جديدة. شكرا يا شباب وإلى اللقاء في الحلقة القادمة أو الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمي.